لابيتي. هذا من لديه الحل، من لديه الحل، لكن يتصدى لهذا الحل، يتصدى. ثاني تسديدة لحمد الله في هذا الشوط، كرة بتصل طويلة إلى الأمام، عبد الله العمري والعرضية، النصر يبحث عن الكثير من الكرات، الكرة وصلت إلى سامي، سامي بمررها لكن لم تصل. زكا التي تظهر في هذا الشوط يقاتلون وتقدم بهدفين دون رد. في انتظار الشوط الثاني، في انتظار الأفكار، في انتظار الأعمال، في انتظار تاليسكل، تاليسكل يطالب بركلة جزاء، يقول لي يا داني ماكلي، يا داني ماكلي أرجوك احتسبها، فنحن في أمس الحاجة. حرس المرمى الشرحي وحجازي شنقيطي وكذلك قال لقوم يا تاليسكا قوم، اللعب ماكلي يقول لقوم، يقول لقوم. هذه اللقطة مرة أخرى وعبد الله العمري وكذلك كونان، بينما رونالدو، رونالدو بيحاول، رونالدو 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 في كل وقت دون. في اللعبة الماضية الكرة اللي عدت الخطأ على تاليسكا، رونالدو سجل لنا يا رونالدو. النصر يستحوذ وهذا أمر وارد، أمر وارد، كرة عرضية خطيرة لو عدت لكنها ما عدت، من حجازي ما عدت، ما عدت. شوف النصر يتقدم، هذا كما أسلفت الذكر أمر وارد، كونان والعرضيات، الكرة بتعود ويبحثون عن القدم اليسرى، يبحثون عن التسديدات على العرضيات، كرة تاليسكا بالراس تخلصت، عادت غنام وكرة وصلهم، وصلت كلات ركنية مقابل واحدة، وصلت إلى كونان، عرضيات كونان مثالية، عرضية مثالية باتجاه إيتان، يا عبود عدى، مر من الأول والثاني والثالث، يبحث عن روما راح، لكن روسي أقرب، لكن روسي أقرب، حصل السرعة، شوف المهارة، شوف الأداء الكبير اللي بيقدمه عبد الرحمن ليسكا، بالتأكيد يعولون عليه كثير تاليسكا في حضوره، في ظهوره، لكن رونالدو في الجهة اليمنى، عرضية جميلة من رونالدو، لكن رونالدو في الجهة اليمنى، رونالدو المرور من أمام كورنادو والعرضية البعيدة هي من الرفاق لتنتهي. يا عميد روما بمرر باتجاه العبود، وصلها إلى روما مرة أخرى، عرضية بتتخلص، وصلت إلى زكريا بيسددها وساوي خالدة في الأذهان، كونان والعرضية بحثا عن رونالدو. جروهي يتصدى وهو من تصدى في شوط المباراة الأول لأخي رونالدو، هنا رونالدو يرتقي، هنا رونالدو يرتقي من أمن أخرى بالتأكيد. عدن في النهائي من أمام الفيحة، كرة ملعوبة من كونان تتخلص، رجل كهرباء لمصلحة الاتحاد وفاز الاتحاد في ذلك، من الصعب أن تشاهد ذلك، هنا اللقطات، هنا لهذه عشقنا.